نفذت 8 روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة قدرها 10,000 دولار في مسابقة التزلج للروبوتات تنافست في دورة ألعاب بيونغ شانغ الأولمبية الشتوية. وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج. نتابع.자, 여기서 표정 반경을 줄여서 속도를 높였습니다. 빨라요. 속도 좋습니다. 굉장히 빠르게 진행됩니다. 좋습니다. 좋아요. 좋아요.